السلام عليكم. تستمر الحرب أو تتوقف، يتم التوقيع على حل سياسي أو لا يتم التوقيع، تندد الدولة الراعية للعملية السياسية أو لا تندد، كل ما سبق لا يهم المواطن اليمني البسيط المتضرر الأكبر من تقويض الدولة اليمنية المرتبطة بحياته منذ الانقلاب. حضور مؤسسات الدولة الخدمية هي الأولوية الغائبة بالنسبة للمواطنين في المناطق المحررة الذين ينتظرون يوميا أن تكون فيها تلك المؤسسات حاضرة بعد الغياب الطويل. ينتظرون الضوء والدواء، ينتظرون مكاتب البريد والرواتب، ينتظرون باب المحكمة مفتوحا وباب المدرسة وإشارة المرور، ينتظرون حركة الدورة المالية ويبحثون عن اطمئنان اقتصادي لإعادة أموالهم إلى البنك كمودعين بالنسبة لذوي الأموال، بينما تنتظر الأغلبية المحرومة أساسيات الحياة والحقوق الطبيعية. التنسيق بين الأقاليم والمحافظات المحررة خاصة في قطاع الخدمات والمشتقات النفطية، وكذلك مستوى الخدمات في المحافظات المحررة بشكل عام، له اهتمام بالغ أيضا في الذهنية العامة، ويحظى بمتابعة الرأي العام المساند للشرعية ومشروع استعادة الدولة. فهل تدفع الحكومة والسلطة المحلية في الأقاليم والمحافظات إلى تثبيت حضور الدولة وتشغيل المزيد من المؤسسات الخدمية خصوصا قطاع الكهرباء والصحة؟ وماذا عن الاختلالات التي تظهر بين فترة وفترة على صعيد التنسيق بين السلطة المحلية والحكومة الشرعية وبين السلطات المحلية على صعيد المحافظات والأقاليم؟ مشاهدينا الكرام، هذا ما سنناقش في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. كل المحافظات التي تنتج ثروة يجب أن تحصل على 20% منها لكي تنفذ مشاريع التنمية. بين سؤال الدولة وحضورها ثمة علامة استفهام كبيرة تغشى سماء المناطق المحررة، فلا تزال مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية منذ الانقلاب والاجتياح تشهد تعثرات مستمرة في أدائها. ما تشهده المحافظات المحررة من أزمات على مستوى استتباب الأمن وصرف الرواتب وتوزيع المشتقات النفطية، وتحديدا تلك التي يتم توزيعها بحسب توجيهات الحكومة، لا تزال تترك آثارها السلبية على أداء السلطات المحلية في المحافظات ومنها محافظة حضرموت. أنه سأوقف الضغط إلى المصافي تحت حجة أنه لم تصل حصتنا من المصافي في عدن. حضرموت وتعز وعدن وأبين ولحج وغيرها ملفات عسيرة تنتظر من الحكومة الالتزام بها، أبرزها مكافحة الإرهاب وتفعيل الخدمات ومؤسسات الدولة إلى جانب استعادة الدولة عبر مساراتها السياسية والعسكرية. إلا أن الحديث عن برنامج لإدارة المناطق المحررة يفتح الباب واسعا أمام متطلبات تتجاوز ما أتلفته الحرب إلى بناء دولة يعاد بناؤها من الصفر، أو هذا ما تقوله اللحظة اليمنية الراهنة في المناطق التي تم انتزاعها من قبضة الميليشيا. فجوانب القصور في بعض المؤسسات يراها مراقبون نتيجة طبيعية للفساد المهيمن على مؤسسات الدولة منذ عهد المخلوع، ناهيك عما خلفته الحرب من شلل في وظائف وأجهزة الدولة. لا ينظر المواطن للدولة إلا عبر توفير احتياجاته، وأبرزها تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية وتفعيل مؤسسات الدولة والبدء بإعمار ما أتلفته الحرب، وقبل هذا وضع جدول زمني لذلك بما فيه عودة النازحين، ناهيك عن مكافحة الإرهاب الذي أصبح واحدا من أبرز الملفات في أجندة الشرعية. جوهر حضور الدولة بحسب متابعين مرهون بالإدارة الحقيقية لصناع القرار السياسي، والعمل الجاد والحيوي من أجل تعزيز حضور الدولة والربط والتكامل بين المحافظات والأقاليم في الرقعة الجغرافية المحررة. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ منصور الشدادي، الباحث في الذكاء الاقتصادي من باريس، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ منصور. مساء النور أختي الكريم لك ولكم. أهلا بك، أهلا بك أستاذ منصور. بداية نود أن تحدثنا عن يعني أو كيف تقيم حضور المؤسسات الخدمية في حياة الناس في المناطق المحررة؟ نعم، كما فقط قبل أن نبدأ بالوضع الحالي الذي هو الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب على اليمن، أحب أن أعرج على أن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات اقتصاد
هش عهد النظام السابق، وقد ربما لم تكن هناك منظومة اقتصادية كفؤة يعني وجدت في اليمن في العهد الماضي، قد ربما هذا هو السبب الشلل الاقتصادي او الشلل الخدمات الموجود في الجانب الشرعي او في جانب الحكومة بعد التي تشكلت بعد الحرب. نعم كما ذكرت ان الاقتصاد اليمني سواء الاقتصاد او موارد المؤسسات الإرادية للدولة يعني ليست قائمة بشكل مؤسسي حقيقي، ممكن ان تحشد او تعبى هذه المؤسسات لتوفير إيرادات الدولة، او بالشكل الآخر الفساد المنتشر او الفساد المتعمق في هذه المؤسسات الإرادية او جميع مؤسسات الدولة التي يمنع هذه المؤسسات من القيام بوظائفها في توفير الموارد المالية للدولة. لكن يعني لو تحدثنا عن يعني هناك ثلاثية مهمة ل يعني المواطن البسيط، الكهرباء، الصحة، التعليم، برأيك يعني ما مدى حضور هذه الثلاثية في المناطق التي حررت والتي يفترض أن الدولة يعني بسطت نفوذها على هذه المناطق؟ المتضرر الرئيسي والمتضرر الأكبر من العبث الموجود حاليا في الجانب الشرعي، وقد ربما لا نعرج على الجانب الميليشاوي الموجود، لأن الجانب الميليشاوي بتسمية الميليشيا هو انتهاك لكل مؤسسات الدولة سواء كانت إرادية أو خدمية أو غير ذلك، فنحن لا نعول على هذا الجانب أبدا، لأن وظيفة الميليشيا الرئيسية هي فقط النهب، هي فقط الإتاوات وإلى غير ذلك. لكن المتضرر الأكبر من العبث الحاصل في الجانب الشرعي هو المواطن. لا يوجد يا أختي الكريمة مواطن في العالم، مواطن دولة في العالم ينتظر نصف سنة، 6 أشهر أو قد ربما أكثر من أجل أن يحصل على راتبه الأساسي الذي لا يعادل 200 دولار أو قد ربما أقل. هذا نوع من العبث الذي يتحمل الضريبة الأكبر المواطن المسحوق المغلوب على أمره في هذه المناطق، سواء كانت في مناطق سيطرة الشرعية أو في المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الإرهابية. نعم هناك عبث، هناك فشل واضح في إدارة مؤسسات الدولة، ولهذا الفشل أسباب كثيرة قد ربما نعرج على بعضها. أولاً أن المناطق الخاضعة تحت سيطرة الدولة لا تنتمي لمشروع واحد، وأقول هذا وبكل أسف، لا تنتمي لمشروع واحد وهو مشروع الدولة ومشروع الوطن ومشروع الشرعية. قد ربما نسمي هذه المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية أماكن أو تكتلات موجودة في مأرب مثلا، تكتلات في حضرموت، تكتلات في عدن. يغيب التنسيق بشكل عام بين هذه التكتلات الثلاث، ناهيك عن المناطق المحاصرة الأخرى كتعز، يغيب التنسيق لأسباب عديدة. أولا عدم وحدة المشروع، هذا هو الأهم. وإذا كنا نريد أن نعالج المشكلة فلنعالج السبب. نحن في الحرب ضد الميليشيات الانقلابية لأن السبب هو الانقلاب على الدولة. والفشل الحاصل في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية أختي الكريمة والمشاهدين الكرام، لنبتعد قليلا عن العواطف ونذهب إلى السبب. السبب أن هناك عدم تنسيق، وعدم التنسيق سببه عدم وحدة المشروع، وعدم وحدة المشروع هذا يجب أن تكون هناك مراجعات صريحة بين كافة أطراف الشرعية، يقود هذه المراجعات سواء أو يشرف عليها الدول الداعمة. نعم يعني سنتحدث عن الحلول الممكنة أستاذ منصور، لكن يعني دعني بداية نأخذ أو ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ هشام الهندي مدير عام مكتب وزارة النفط بحضرموت من المكلا. مساء الخير أستاذ هشام. يا أهلا وسهلا بك أختي. مساء النور.
أهلا بك أستاذ هشام. يعني برأيك هل حضور مؤسسات الدولة الخدمية في المناطق المحررة هل لبى احتياجات أو أولويات المواطنين؟ والله يا أختي الواقع اللي نراه واللي نشاهده في واقعنا الحاضر أن هناك تمزق كبير جدا في هذا الجانب. احتياجات المواطنين لو تكلمت فقط عن حضرموت فيما يخص الجانب الخدماتي فقط. نعم. فنحن مثلا في حضرموت بحاجة إلى مشتقات نفطية، بحاجة إلى مازوت. يعني الطاقة الكهربائية عندنا في حضرموت تستهلك حدود شهريا 17,000 طن مازوت و 34,000 طن ديزل. إلى الآن الحكومة لم تقوم بتوفير هذه الاحتياجات. احنا نحاول في المحافظة الآن توفير هذه الاحتياجات من لا شيء، اقولها بكل بصراحه، من مديونيه، من اشياء على عاتب المحافظه، لكن الجهود اللي يبذلها سياده الاخ المحافظ اللواء احمد سعيد بن بريك جهود جباره جدا تؤدي الى عمليه استقرار للمحافظه، ولكن نتمنى من الحكومه ان تنظر الى حضرموت، إلى هذا الاستقرار الموجود فيها، إلى تلبية الاحتياجات لمواطنيها. مواطنين الآن ما يدوروا على أشياء خيالية، يدوروا على استقرار في الجانب الأمني، في الجانب الكهرباء، في الجانب المياه، في الجانب الخدماتي بشكل عام. صحيح. وهذه أسس طبيعية من أسس الدولة. نعم. طيب أستاذ هشام، يعني لو تحدثنا عن الإشكالية الحقيقية بالنسبة للنفط في حضرموت، يعني أنت تحدثني عن 13,000 طن تقريبا مازوت و 34,000 طن ديزل لتشغيل فقط الطاقة الكهربائية، أين هي المشكلة بالضبط في عدم توفير هذه الاحتياجات؟ يعني من المواقع الأخبارية هناك أحاديث عن يعني تبادل بينكم وبين مصافي عدن لم يتم، ما الذي يحدث بالضبط؟ والله شوفي يا اختي، مصافي عدن احنا قد وردنا للدوله اكثر من 3 شحنات من النفط الخام، من نفط المسيلة. تمام. ولكن الواقع اللي نراه غير ما لا نسمعه، خلينا احنا نكون واقعيين. تمام. اقول لك اخر شحنه 500,000 برميل تم استلامها لمصافي عدن. الى الان تم الشحنه كلها باكملها تم تكريرها. وتم توفير حدود 33,000 طن من المازوت. تم تخصيص لحضرموت، تخيلي، من هذه الشحنة 10,000 طن فقط من المازوت. نعم. وإحنا باحتياج إلى 17,000 طن. والعشرة ألف طن هذه من المازوت لم نستلم منها إلى الآن ولا حتى قاطرة واحدة. تمام. وعدنا أنه خلال أسبوع سيتم شحن 10,000 أو 9,000 طن من ميناء عدن. ما السبب أستاذ هشام؟ لما لم يتم شحنها ولما لم يتم يعني إفادكم بما تتطلبون؟ يعني رغم أن احنا سمعنا حديث الأستاذ بن دغر وهو يتحدث عن أنه أي محافظة تنتج ثروة فلها أن تحصل على 20% من هذا الإنتاج. والله يا أختي، زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الأخيرة لحضرموت أعطيك مثال فقط واضح. نعم. زيارة الأخ رئيس الجمهورية وفخامة دولة رئيس الوزراء وعدوا نحن بمشاريع من حصة نفط حضرموت. تمام. بالمشاريع اللي تم إقرارها من قبل الرئاسة ومن قبل رئاسة الوزراء، لكن هذه الأمور لم ترى نور على الواقع، لم نرى شيء منها، مجرد كلام فقط أن نحن سنعتمد ولكن على الواقع لا شيء. أنا أقول لشخصي عندنا إشكالية كبيرة. المناطق المحررة وخاصة مثلا أنا أتكلم عن حضرموت، إحنا نمول الدولة بالنفط الخام اللي يأتي من المسيلة. طيب مفروض أن يكون لنا نسبة، يكون لنا حصة حتى يتم استقرار للمحافظة. ما بيتم استقرار للمحافظة إلا بوجود الخدمات الاعتيادية طبعا. صحيح. في حاجة مهمة جدا أحب أقول لها، احنا نشكر فخامة رئيس دولة الوزراء، في القرار الأخير تم إقرار أنه الطاقة الإسعافية ومواد الشبكة للكهرباء والطاقة المشترى في حضرموت تعطى من حصة نفط حضرموت، أي القيمة المالية. هذا إقرار، لكن
المكتب التنفيذي لا يزال الآن في عدن ويتابع عدد من الأمور مع وزارة المالية، لكن أخت الأمور تمشي ببطء جدا زي الإنترنت حق اليمن، أقول لك إياها بكل صراحة. من هذا التباطؤ أستاذ هشام؟ من هذا التباطؤ؟ والله أتوقع وجهة نظري أنه عملية التنسيق، يجب الاهتمام بالمحافظات المحررة. إذن اسمح لي عند هذه النقطة أستاذ هشام، يعني تحدث ضيفنا عبر سكايب الأستاذ منصور الشدادي أن سبب غياب هذا التنسيق هو عدم وحدة المشروع، هل تتفق مع هذه النقطة؟ صحيح أتفق. أقول لك هناك مشاريع لوكال محلية في كل مكان، يجب أن ننظر للوضع برؤية مصلحة عامة، برؤية شاملة، لا يكون لدينا الضيق في التعاملات. أنا أقول الشرعية الدولة الآن معتمدة على المناطق المحررة، هذه الشرعية الحقيقية، فيجب أن تكون هذه المحررة أن تعطى حقها، أن تعطى حصتها. أنا في حضرموت أختي ما نطالب بشيء فوق الخيال، احنا نطالب بحقوق اعتيادية للمواطنين، احنا نطالب بخدمات، ما لنا اي شيء غير هذا الكلام. فلماذا لا تقف الدولة معنا؟ لماذا لا نسمع الا مجرد كلام؟ نريد اختي ان نرى اشياء على الواقع، يعني اقل القليل لما نتكلم على محافظة مثل حضرموت بحجمها بطاقتها بانتاجها للنفط، ولا زلنا متذوقعين في موضوع الكهرباء والمياه والطرقات، ايش الكلام هذه؟ صحيح. زي ما ذكرها زميلي قبل قليل على موضوع الرواتب، هذه اشياء اختي فوق الخيال، يجب ان يكون لها حلول جذريه. طيب برايك استاذ استاذ هشام، اين ممكن ان تكون هذه الحلول، وكيف يمكن ان تضبط مثل هذه المسائل بصوره عاجله ونحن نتحدث عن احتياجات اساسيه للمواطنين؟ والله اختي انا ارى في عدم تنسيق، اقول لك بكل صراحه في عدم تنسيق بين الوزراء وبين المحافظين وبين الواقع يختلف. اذا لم نتدارك هذه الفجوه الموجوده في شمارك موجود، اذا لم نتفاداه ويتم حله بالشكل السريع، والا اتوقع ان الامور قد تاخذ طابع ثاني اختي. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ هشام الهندي مدير عام مكتب وزارة النفط بحضرموت، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. عودة إليك أستاذ هشام، أتمنى أنك استمعت لحديث أستاذ منصور، أتمنى أنك استمعت لحديث الأستاذ هشام والإشكالية الحقيقية التي تعاني منها حضرموت، كيف تعلق على هذه النقطة؟ احتياجات حضرموت لا تلبى رغم أنها ترسل بما عليها من شحنات ربما آخرها كما تحدث نصف مليون برميل تم تكريرها تماما، ووفرت 3000 طن من المازوت ولكن لم يرسلوا حتى لهم بما وعدوا بال10000، أين الإشكالية؟ أعتقد كما استشفيت من كلام السيد هشام من حضرموت أن بالإضافة إلى عدم التنسيق بين المناطق المحررة وبين سلطات المناطق المحررة، هناك نوع من البيروقراطية التي هي التأخير في العمل أو تجاهل العمل أو العمل المكتبي الذي لا يؤدي إلى الحلول السريعة وغير ذلك. لهذا نجد هناك أنه وعود مستمرة تعطى سواء للسلطات في حضرموت أو للسلطات في مأرب أو للسلطات في عدن أو إلى غير ذلك من قبل الحكومة، وعود أخرى كذلك تعطى بصرف الرواتب للمواطنين منذ شهر، أعتقد منذ تحويل البنك المركزي إلى عدن، والمواطنين كل يوم وكل أسبوع يصحوا على أن هناك توجيهات بصرف رواتبهم، مع أن الحقيقة لا شيء من هذا الوجود كما ذكر أخي نحن هشام أنهم يسمعوا، ولكن بالأخيرة لا رب بالحقيقة لا يجدوا شيء على أرض الواقع. قد ربما أن هناك حسن نية من قبل الحكومة وبرئاسة السيد بن دقر، وكذلك نشكر له القرار الشجاع الذي هو تخصيص 20% من الموارد للمناطق المنتجة التي تنتج الثروة كمأرب وحضرموت وغير كل المناطق اليمنية منتجة،
واليمن قد ربما بلد من 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 افضل البلدان، قد ربما قد يكون هناك في حلول اقتصادية لو كانت هناك نية سريعة للعودة للاقتصاد يعني الذكي، للعودة للاقتصاد الذي قد ربما يساعد في 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 حل اشكالات او المعاناة التي يعاني منها المواطنين. نعم كما ذكر الاخ، بالاضافة الى عدم التنسيق هناك بيروقراطية في العمل، هناك قد ربما فساد خفي لا نعرف عنه. كما ذكر الاخ هشام ان هناك نصف مليون برميل، مع انه يعني عدد كبير يعني رقم كبير هذا الرقم، في حين انه حوالي منذ فتره قريبه استعادت هذه المنشات النفطيه العمل فيها وبدات تنتج انتاج قد ربما انه انتاج جيد نقول. نعم ذهبت الى عدن، التكرار هناك قد ربما يعني تكرار عمليه تكرير النفط والتوزيع على المناطق المحتاجه المازوت والى غير ذلك، يجب ان يتم بصوره سريعه بصوره شفافه بشكل واضح بصوره قد ربما يعني بعيده عن الفساد وعن المتعاقدين الذين يؤجلون العمل او متعاقد وتحت متعاقد والى غير ذلك. قد ربما هذا نوع من الفساد الذي يجري لا نعرف عنه شيئا، وقد ربما انه عدم وجود كفاءات في الدولة، لأن كما تعرفين أختي الكريمة التعيينات التي حدثت في الفترة الأخيرة تعيينات مشينة بشكل واضح، دولة اقتصادها هش مفروض أن تكون الوزارات أقل، الموظفين كالوكلاء وإلى غير ذلك يعني أقل، لدينا في المحافظات في كل محافظة أكثر من 20 وكيل، أكثر من 17 وكيل إلى غير ذلك من لكل وزارة تقصد؟ نعم لكل وزارة ولكل محافظة أيضا، محافظة نعم. مأرب التي هي محافظتي قد ربما فيها من الوكلاء الذي لا أستطيع أن أعدهم، هذا غير المحافظات الأخرى، جميع المحافظات الجمهورية متساوية وإلى غير ذلك. لهذا حتى نستطيع نحن في حالة استثنائية في حالة حرب، حتى نستطيع أن نوفر الموارد التي نعم يجب قبل أن ننتقل للحلول أستاذ منصور، يعني لنجعل الحلول في آخر الحلقة حتى ربما يعني نضع تصور شامل أو رؤية كاملة، دعنا نذهب لمشاهدة هذا الكليب القصير يتحدث فيه محافظ محافظة حضرموت. وأقول أن الحكومة التزمت لنا بتأمين وجود المازوت والديزل لجميع محطات الكهرباء ابتداء من يومنا هذا، اليوم هذا بدخل 10 قطرات مازوت من مصافي عدن، والتزمت ايضا الحكومه من خلال مصافي مارب توفير 3 قطرات يوميا، والتزمت ايضا بابرام عقود لجلب مادة الديزل. نعم سمعت أستاذ هشام يعني لحديث محافظ محافظة حضرموت وهو يتحدث أستاذ منصور عفوا وهو يتحدث يعني عن هذه التنسيق الذي بين عدن الذي يفترض أن يكون وبين حضرموت والتزام حضرموت وعدم التزام عدن، يعني وجود قرارات لم تفعل، وجود أيضا يعني ربما اتفاقات لم تفعل، ما هو يعني سبب عدم تفعيل مثل هذه القرارات التي في نهاية الأمر تصب لصالح المحافظات؟ تكلم السيد المحافظ محافظ حضرموت عن التزام واضح من قبل الحكومة بتوفير المشتقات التي تحتاجها المحافظة سواء من المازوت أو من الديزل أو إلى غير ذلك، بمقابل أن تلتزم المحافظة وإلى غير ذلك بتوريد شحنات النفط. وقد ربما أن هناك نحن نعيش في فترة ما قبل قانون الأقاليم، قد ربما قانون ما يتكلم عنه المحافظ قد ربما أنه يتكلم بإطار عن قوانين الأقاليم وإلى غير ذلك، وهذه الفترة لم نصل لها بعد، لكن هناك كما ذكر أنه التزام واضح، وقد ربما التزام الواضح من الحكومة سواء وردت المحافظة أو استطاعت أن تورد المشتقات النفطية اللي عليها ولم ترد، هناك واجب على الحكومة بإيفاء احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية والمشتقات التي تحتاجها المحافظة. نعم قد ربما
الأمثل أن يجيب على هذا السؤال، لماذا لم تلتزم الحكومة نحن لا نعرف ما يجري تحت الطاولة، لكن قد ربما الأمثل أن يجيب على هذا السؤال شخص من الجانب الحكومي. نعم. لأني أنا لا أمثل الجانب الحكومي هنا، ولا أستطيع أن أعطي إجابة واضحة لماذا لم تلتزم إذا كانت هناك اتفاقية. لكن بشكل عام أنا أستبعد سوء النية في هذا الشيء، وقد ربما أن هناك إجراءات ملحة أو أمور إجرائية يجب على الحكومة أن تتبعها، وهي في الوضع الاستثنائي لم تستطع أن تقوم بهذه الإجراءات، أو قد ربما أن هناك ضغوطات أخرى من المحافظات الأخرى، المحافظات الغير إرادية كلحج، كأبين، كشبوة، كالمحافظات كتعز مثلاً، أو المحافظات الأخرى. الحكومة لديها عمل كبير وجليل تقوم به. ما ينبغي أن تقوم به الحكومة هو البت السريع في توفير الخدمات الأساسية، ونقول الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذا يجب أن تشكل فريق عمل فاسد، فريق عمل غير فاسد، نزيه، فريق عمل يعمل ليل نهار من أجل أن يطبع الأوضاع، يطبع الخدمات في هذه المناطق المحررة. نعم. هذا ما ينبغي. إذن اسمح لنا أستاذ منصور. نعم. سمح لنا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد البكري، المدير التنفيذي لمصافي عدن. من عدن، مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. هل أوضحت لنا أستاذ محمد الإشكالية الحاصلة بين مصافي عدن وبين حضرموت؟ يعني تحدثنا الأستاذ هشام الهندي من مكتب وزارة النفط بحضرموت عن توريد 3 شحنات خام من المسيلة لمصافي عدن، ربما آخرها 500,000 برميل تم تكريرها ولم ترسل المصافي حتى الآن ما تحتاجه حضرموت 13,000 طن، وإنما أيضا وعدوا ب 9,000 إلى 10,000. لماذا؟ في الحقيقة هي شحنة واحدة كانت بمليون برميل خصصتها الحكومة للكهرباء. نعم. ثم تجزأت إلى شحنتين، كل شحنة ب500,000 برميل. وحقيقة في الشحنة الأولى تم تكريرها وسلمت ثلثين لمحافظة عدن، كهرباء عدن، وثلث لكهرباء حضرموت. الآن يوم الجمعة تم الانتهاء من تكرير 500,000 برميل الأخيرة. نعم. واليوم تم شحن باخرة اسمها سي دراجون بالديزل، والمازوت بحاجة إلى تحسين لأنه في مشكلة فنية حصلت، وإن شاء الله أول ما ينتهي من عملية التحسين سوف نشحنه إلى المكلة. نعم. إذن ما هي أسباب أزمة تجدد المشتقات النفطية في عدن وفي حضرموت؟ يعني نلاحظ أنها تتجدد بين فترة وأخرى، هل هناك أسباب توضيحية حول هذه المسألة؟ حقيقة لو نعم. استمر تموين المصفاة بالخام مثل ما كان في السابق وفق برنامج شهري كثير من الأزمات سوف تنتهي. نعم. لكن للدولة يعني ظروفها، والحرب لم تمكنها من أنها تستمر في تموين المصفاة بما تحتاجه من النفط الخام. لماذا؟ يعني ما هي الأسباب نعم لماذا؟ السيولة كانت تلعب دور. نعم. لأنه كثير من الشركات تشترط بالعملة الصعبة. لجأنا إلى الموردين المحليين وعلى أساس أنه تدفع لهم مبالغ بالآجل، وأيضا هذه كان يحدث فيها إخفاق، ويضطر المورد لأنه هو كان يشتري أيضا من شركات في الخليج يضطر إلى إيقاف الضخ، وبالتالي تحصل الأزمات
وتتولد المشاكل. نعم. فالأزمة هي في الخام، في السيولة، في عوامل كثيرة جدا. طيب هل هناك من إجراءات يعني يمكن تلافي مثل هذه الإشكالات، خاصة يعني وأن الحر قادم، فصل الصيف قادم يعني، ونعلم مدى شدته على أبناء المحافظات الساحلية؟ صحيح صحيح، أنه نحن كمان نقدر كل هذه الظروف، ولا أحد يريد أن يفشل في عمله. هي حقيقة كل الأصابع النفط أو إلى فلان أو علان بالفعل، وهذا نحن لا نريد على الإطلاق، لكن في الحقيقة هناك كبيرة في دوران السيولة. السيولة هذه لو مثلا انتظمت ووجدت آلية تنظم العلاقة الحكومية والبنك وشركة لما حدث أي شيء من هذا القبيل. لكن في مشكلة كبيرة، يعني احتياجات الكهرباء هي التي تمتص كل العملة الصعبة وتمتص يعني الأموال، بحجة أن المواطن ما يدفع ما يستهلكه من الكهرباء والجيش. يعني لكن استاذ يعني محمد، يعني نسمع بكثير من المشاريع الاماراتيه والقطريه في بخصوص الكهرباء، وهناك ايضا المولدات التي يعني تم الحديث عنها انها قادمه من تركيا. اين هذه جميعا المشاريع؟ حقيقه انا هذه لا، وانما مدير الكهرباء. حقيقه انا كل ما اقدر اجيب هو عن المواد، لانه نحن من صلب يعني مهامنا هو توفير المواد البتروليه للسوق المحليه، ومن ضمنها ايضا لمؤسسه الكهرباء. انما مساله المولدات ومساله اصلاحات الكهرباء ومحطات الكهرباء هذه ما بصراحه ما اقدرش انا اجيب عنها. طيب اذا ما مدى التنسيق بينكم والتكامل ايضا بينكم يعني بينكم وبين السلطه المحليه والحكومه بشكل عام؟ طبعا نحن عندما كنا ننتج او نكرر الخام كنا نسلم المواد ومشتقات النفط الى شركه النفط، وهذه بدورها تقوم بالتوزيع، هي التي توزعها وثم تستعيد الأموال من المحطات والمواطنين وإلى ما شابه ذلك، والمصفاة تحصل على يعني مبالغها، المورد نفس الشيء تدفع له يعني مبالغه، فكانت الأمور ماشية عال العال. الآن صار في نقص في السيولة والدفع وحركة النقد. دول الخليج صح تدعم في مجالات عديدة، لكن لم يحصل حتى الآن أنه تلقينا دعم مثلا في المواد البترولية أو في شحنة خام، بحيث أنه تستقيم الأمور ومن ثم تنطلق المسيرة. إذن شكرا جزيلا لك محمد البكري، المدير التنفيذي لمصافي عدن، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ منصور. أستاذ منصور، يعني حدثنا الأستاذ محمد عن الإشكاليات التي تواجه المصافي، لكن أيضا هو طرق نقطة مهمة وهي السيولة. عدم وجود السيولة أضعف إنتاج النفط الخام، أدى إلى تأخير هذا الإنتاج وتأخير وصوله. الشركات الأجنبية لا تتعامل إلا بالعملة الصعبة. كيف يمكن حل مثل هذه الإشكالية برأيك؟ نعم، وكما توقعنا من قبل أن هناك حسن نية لدى الجانب سواء مصافي عدن أو الحكومة بشكل عام بالإيفاء بالتزاماتهم، لكن نعم كما طرق الأستاذ هناك معوقات تحول دون الالتزام، وأكبر معوق كما ذكر هو عدم وجود سيولة، وعدم وجود سيولة هو ناتج لعدم وجود موارد، أو قد ربما لوجود موارد لكن فشل في تنمية هذه الموارد حتى تحقق السيولة المطلوبة. لهذا يجب على هناك إجراءات كثيرة لحل هذه الإشكالية. ما هي أبرز هذه الإجراءات أستاذ منصور؟ نعم، هناك إجراءات مستعجلة، قد ربما أنها الإجراءات المستعجلة
يعني كما ذكر الأستاذ محمد في آخر كلامه أن جزء منها يعني يكون على عاتق قوات التحالف التي معظمها نفطية أن تمد الحكومة والجانب اليمني بالاحتياجاتهم من النفط من النفط الخام أو غير ذلك الاحتياجات، لأن السواحل اليمنية سهلة الوصول إليها سواء ميناء عدن أو المكلا وغير ذلك، كذلك النفط المصدر العالم يمر عبر هذه المنطقة، والدول هذه قد ربما باستطاعتها بشكل سهل ومرن أن تقضي على هذه المشاكل، لكن قد ربما أن هناك إشكالات داخلية يجب حلها، مثلا عدم التنسيق إلى غير ذلك. هذه الحلول هي القصيرة الأمد، أما الحلول طويلة الأمد، اليمن بلد مستقل يجب أن ينمي موارده المالية بشكل خاص بشكل مستقل، يجب أن يدفع رواتب موظفيه من موارده الخاصة، هناك موارد كثيرة، لكن يجب أن تكون هناك نظام إنتاجي وتعبوي يجمع هذه الموارد لتصب في وعاء واحد ومشروع واحد لكي يتسنى لهذا المؤسسة أن تقوم بالتزاماتها المالية. الإجراءات مثلا صراحة وهو شكل يعني أسعدني كثيرا أن المنشآت النفطية في حضرموت وصل إنتاجها إلى 500,000 برميل، مع أن الوضع الظروف الاقتصادية العالمية صعبة يعني لا تبشر بخير بشكل عام، والدول النفطية التي تنتج من 10,000,000 برميل في اليوم أو أكثر من هذا الكلام أو 5,000,000 برميل لديها مشاكل اقتصادية وبدأت تحاول أن تنوع اقتصادها وتعتمد على موارد أخرى غير النفط، لهذا اقتصادنا القائم يجب أن لا يعتمد ولو بشكل بسيط على جانب النفط. لدينا يعني أشياء كثيرة في اليمن، اليمن بلد قد ربما يستطيع النهوض بعد أن تنتهي هذه الحرب بشكل سريع، الموارد الأخرى سواء الموارد الضريبية الموارد المنافذ وإلى غير ذلك، الجمركية يجب أن تفعل بشكل صحيح، يجب أن ينتهي الفساد، يجب أن ينتهي الإنفاق الأعلى على المسؤولين على الصرفيات على النثريات حتى نستطيع أن نقف على أقدامنا، حتى يستطيع البلد أن يتعافى بشكل واضح وأن يفي بالتزاماته المالية تجاه المواطنين، لأن المواطنين بشكل أو بآخر لو يحدث مثلا في بلد مثل فرنسا أن يتأخر رواتب الموظفين إلى 5 أيام بعد الشهر الثاني لقاموا بثورة وقذفوا بالمسؤولين إلى البحر. هذا عبث تأخير رواتب الموظفين 6 أشهر، بماذا يعتمدون؟ على ماذا يأكلون أو ينفقون على أولادهم؟ شيء مخيف وشيء صحيح يبعث على القلق، ويجب على أعتقد أن دول التحالف مثلا سواء دول المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو الدول الأخرى المنضوية تحت التحالف يستطيعوا أن يدعموا بهذا الشيء، لكن قد ربما هناك تخوفات من الجانب اليمني. الكثير من العلامات علامات الاستفهام التي تطرح في مسألة يعني القضية اليمنية. دعنا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نزار أنور المتحدث باسم السلطة المحلية من عدن. مساء الخير أستاذ نزار. أهلا مساء النور. أهلا بك مهندس نزار هيثم. عفوا المهندس نزار هيثم. نزار هيثم، إذا مرحبا بك أستاذ نزار، المعذرة منك. أستاذ نزار، يعني نتحدث أنا وضيوفي الكرام عن مشاكل آنية يعني تصيب عدن وبعض المحافظات. بالنسبة لعدن هناك مشكلات النفط والكهرباء، يعني المشغل للكهرباء أيضا من الديزل والمازوت، هل حدثتنا عن هذه النقطة؟ ما هي الإشكالية التي تواجه عدن في هذا الجانب؟
طبعا حتى نفهم لماذا وكيف خلقت الازمات الخاصه بالمستحقات النفطيه وايضا الكهرباء، نرجع قليلا من الخلف الى ما بعد التحرير وحتى الان في العصر المعدن. يجب علينا ان لا نتجاهل انه اننا لا زلنا في حاله حرب مستمره. نعم. ايضا ان لا نتجاهل ان الحكومه لم تتمكن من مباشره اعمالها لاكثر من عام. كانت بعيده عن المحافظات المحرره، وبالتالي كان هناك نوع من التفكير، وايضا ما حدث من تدمير طبعا العديد من المؤسسات العامه تم تدميرها بشكل ممنهج. حتى تعاد عليه قبل الحرب وبالتحديد في نهاية 2000 هناك كانت لجان لتسويق النفط كانت في هذه السماعات تعقد شكل ناقصات تقر مبيعات النفط على سبيل المثال مربط تقدر الكمية الإجمالية بحوالي 3,100,000 برميل. هذه الكمية طبعا العملة الصعبة إلى داخل البنك المركزي، وبالتالي سهلت أمور الميزانية التشغيلية وأيضا رواتب. الشيء الآخر أيضا كانت كميات كبيرة من النفط الخام المليون تقريبا وتكرر، وبالتالي كانت تكمل عملية الاستخلاص من النفطية مثل الديزل والبترول، وبالتالي مشاكل كبيرة جدا. المشاكل التي الآبار النفطية هذه لا زالت موجودة حتى الآن والكل يعلم هذا. نعم. الطبيعية في النفط الخام بكل تأكيد هذه المشاكل كلها ستنحل. طيب يعني ما هي ابرز المشاكل التي تواجه الان عدن يعني بعد التحرير بعد ما حدثتنا عن هذا؟ يعني انت تحدثني ان الحرب ما زالت مستمره، الحكومه لم تستقر بعد، لكن بالنسبه لعدن يعني ولو انني لم اسمع كثيرا من حديثك هناك مشكله في الصوت، ماذا يعني عن تنسيق بينكم انتم كسلطه محليه وبين الحكومه عن توفير او محاوله توفير ابرز احتياجات الناس؟ يعني لا تنسى ان الامن ضروره من ضرورات الحياه، يعني وهذه النقاط يعني للاسف شديد يفتقدها كثير من أهالي عدن، يحدثون عن حكايات مقلقة ومزعجة، الكهرباء، النفط وما إلى ذلك من نقاط أساسية هي تعتبر أولويات يجب أن توفر للمواطن. هذا صحيح، لا أحد ينكر هذا الشيء موجود في العاصمة عدن. بالنسبة للكهرباء طبعا كان هناك ما يقارب 240 مليار ريال سنويا فقط للكهرباء توقف. هذه الميزانيه لم تعد مساحه حاليه، وبالتالي كانت يصعب علينا استيراد النفط او استيراد الوقود للكهرباء، وبالتالي كان هناك انقطاعات كثيره جدا بسبب يعني احد العوامل الرئيسيه هي ايضا السيوله الماليه التي كانت معدومه في البنك المركزي سابقا، وايضا فساد صفقات القائمين على الكهرباء من السابق واعتمادهم على وقود الديزل في بعض المحطات التي للاسف هي محطات اسعافيه لا تصلح نهائيا في المدن الكبيرة أو العواصم مثل عدن أو بقية المحافظات، هي فقط تصبح في إطار المصانع أو المعامل الصغيرة. فكانت هذه الصفقات للطاقة الكهربائية أحد المشاكل اللي نحن نواجهها حاليا بالميزانية التشغيلية كقيمة الوقود. صحيح، إذا شكرا. إذا مجهولية مستمرة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ نزار هيثم المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة أخيرة لك أستاذ منصور، والمخرج يشير لي يعني بأن لا يوجد لدينا سوى 30 ثانية، حدثني عن أبرز ما يجب على الحكومة فعله حاليا. حاليا وبشكل مستعجل يجب على الحكومة تشكيل لجنة مهنية خالصة لتناول الإشكالات الحاصلة في الحاصلة سواء من عدم توفير المشتقات النفطية بشكل عام وإيجاد الحلول المستعجلة لهذه الحلول لأن الوقت قصير، وتشكيل لجنة قد ربما يعني بالاستعانة بخبراء اقتصاديين لعدم الاعتماد الكلي على الحلول الموجودة التي توفر يعني فساد الفاسدين مثلا الكهرباء. هل عدن يستحقوا كل خير؟ لكن توجد حلول بديلة للكهرباء مثلا بالديزل او كهرباء الطاقة المشتراة، توجد حلول سواء بالطاقة الشمسية ولدينا تجارب اخرى مثلا في
في المغرب أو غير ذلك، توجد حلول أخرى كثيرة. يكفي أن هناك فريق غير فاسد لديه خيال يستطيع أن يقدم خدمة للبلد والمواطنين في جميع المحافظات، وهم عانوا كثيرا ويستحقوا أن تنتهي معاناتهم بشكل سريع، وهذا ما يتوجب على الحكومة القيام به بشكل عاجل وفوري. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ منصور الشدادي، كنت الباحث في الذكاء الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من باريس. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.